ثقتي وإيماني بالشباب الأردني، لأنه قادر، وأنا متأكد أنه قادر. قال لي كلمتين يعني حفرتهم، خلينا نحكي بذاكرتي وما بنساهم الآن. قال لي ما شاء الله عنك والمستقبل بأيد أمينة. سيد حسين بتطلع علينا وبيقول لنا أنتم مستقبل الأردن. مرحبا، أنا اسمي لانا المغربي، حالياً عضو في الفوج الثاني من برنامج خط الحسين. هذا البرنامج بيستهدف الفئة العمرية من 20 لـ25 سنة. هذا الوقت اللي إحنا بنبني حالنا فيه، بركز على إنه بناء مهاراتنا وبناء قدراتنا حتى نكون قاضي وصناع قرار. هذا البرنامج مدته سنة وأكثر من 300 ساعة تدريبية، خلالها بناخد كل المسارات اللي بتلزم القائد وصانع القرار. كيف؟ بناخد مسارات بعدة مواضيع، مثل مواضيع سياسية، مواضيع اقتصادية، بناخد تدريبات عسكرية، مايندسيت، كيف نغير وجهة نظرنا للأمور، كيف نحل المشكلات. هذا البرنامج فريد من نوعه، بركز على شخصيتنا كأفراد، بركز على فردية كل شخص فينا، بركز على أنه كيف أنا أنمي مهارة كل شخص موجود عندي، ما أطلع أنا عندي كل الطلاب كنسخة واحدة. أنا كنت جداً موفقة في أني اخترت أني باليوم اللي أقدم بالأبليكيشن تبع خط الحسين. صراحةً هذا البرنامج أول إشي أعطاني أكتر سكيلز أنا لازمتني ما تعلمتها في مكان تاني. هذا البرنامج كمان مرة رح أعيدها، ركز على فرديتي كشخص، ركز على فرديتي كلانا. لانا بإيش مميزة؟ ركز على انه ينمي هاي المهاره، ركز انه يحطني في اماكن انا محتاجيتها لتخصصي ولاهتماماتي ولاهدافي في المستقبل، ركز انه يرشدني انا وين اتجه. احنا كنا مخربطين وما حد فينا عارف وين بده يروح. انا اكثر شيء عجبني في سيد حسين لما التقينا فيه شخصيا، هو شخص مآمن بالشباب، عم يطلع علينا نظره انه احنا تغيير، عم يطلع علينا نظره انه احنا الجيل اللي قادرين انه احنا نحسن الاردن ونحسن من مستوى الحياه في الاردن. بنبسط جدا لما اشوف انه احنا عم ينعطالنا اعتبار كشباب، لانه بالعاده بيطلع علينا نظره اقل الجيل الاكبر، انه هل انتم رح تقدروا تغيروا، هل رح تقدروا تعملوا اي شيء. سيد حسين بتطلع علينا وبيقول لنا انتم مستقبل الاردن. انا بالنسبه لي هذا الشيء جدا بخلي عندي ايمان انه في حدا مآمن فيه، في حدا مآمن بالتغيير اللي انا رح اعمله في المستقبل. معكم طالب محمد الحوطات، طالب هندسه طاقه سنه رابعه في جامعه الحسين التقنيه. أنا التقيت بسمو ولي العهد في حفل تخريج الفوج الأول من جامعة الحسين التقنية، وكنت طبعاً مقرأ القرآن الكريم. ولما التقيت معه يعني أول شيء قال لي، أنا حكيت للشباب إنه حاب أشوفك بعد الحفل، وصراحة أنا حسيت بالأمل والطمأنينة لما التقيت معه، وحتى حكى لي كلمتين صراحة لحد الآن حافرهم بذاكرتي. قال لي ما شاء الله عنكم، يعني المستقبل بأيد أمينة. بصراحة لاحظت إن يعني قديش اهتمام سمو ولي عهد بالشباب، خلينا نحكي، وقديش بدعم الشباب بكل طاقاته. كمان لاحظ في زي مؤسسات ولي عهد مبادرات، خلينا نحكي، منها جامعة حسين التقنية، منها مثلا منصة نحن، ومنها تيك ووركس اللي أنا عم بشتغل فيها ليل مع نهار. يعني جامعة حسين التقنية هي ما بتحمل بس اسم سمو ولي عهد، لكن تحمل صفاته ودعمه للشباب. وبحب أهني آخر شيء سمو ولي العهد بمناسبة عرسه، وألف ألف مبارك. عرسكم هو عرسنا، بل هو عرس كل أردنيين طبعا، وكما هو الشعار هسه حاليا، نفرح بالحسين.